ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والناس مع الأسف الشديد يعانون مما يسمعون من الأجراس المطربة في مواطن العبادة، بل في أثناء العبادة بسبب الجوالات. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. هذا جرس يا أخي، جرس مطرب وموسيقى، وجاء الوعيد الشديد في من اتخذ المعازف، هذا نوع منها، صلى الله العافية. يتضاعف التحريم بفضل المكان والزمان. مع الأسف نجد هذه الأجراس المطربة ترن في المساجد، بل في أشرف البقاع في المطاف، والله المستعان.